نرحب بكم من جديد. نظمت لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الأهلية بيت بيرل في الأيام الأخيرة وقفة احتجاجية أمام المدرسة بمشاركة الطلاب والأهالي احتجاجا على قرار إغلاقها المفاجئ من قبل الشركة المسؤولة عن المدرسة منذ بداية العام القادم. ورفع الطلاب والأهالي المشاركون في الوقفة الاحتجاجية العديد من اللافتات التي كتبت عليها شعارات ضد إغلاق المدرسة. عن هذا الموضوع نريد الحديث مع رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة عبد الحليم عودي الذي ينضم إلينا هنا في الاستوديو. أهلا ومرحبا بك. أهلا فيك، مساء الخير للمستمعين. في البداية هل لك أن تشرح لنا عن هذا القرار وما هي حيثيات اتخاذه؟ لقد فوجئنا بفعل قرار صارم جدا بحق الطلاب، والقرار كان مفاجئ جدا، ما كان إسباق أو مسبق إعلان على هذا القرار. فهناك كانت أحداث في المدرسة لم نعلم فيها، لا كأولياء أمور ولا حتى طاقم المعلمين. فكانت هناك جلسة استماع مع المدير المدرسي وطاقم المعهد برانكو فايس اللي هو المالك لهذه المدرسة، المدرسة الأهلية للتميز في بيت بير. وبعد هذا جلسة الاستماع اللي كانت، واستقالة المدير لأسباب غامضة لا نعرف بها شيء، أو حتى لم نعلم بحدوث هذه الأشياء. وبعد فترة قامت إدارة المدرسة بعقد جلسة مع طاقم المعلمين والمعلمات وإخبارهم بأنهم يتحضروا لمناقصة مدير مدرسة. هذا كان خبر مفاجئ جدا ومصر في نفس الوقت. يعني خلينا نقول طاقم المعلمين أبدأ استعداده على أساس أنهم يجهزوا حالهم لاختيار مدير من الطاقم لهذه المدرسة وأن نكمل المسيرة، ولكن فوجئنا بقرار وجلسة زوم كانت مع الطاقم ومع المدير أورنا أنه المدرسة ستغلق، وأنه القرار طلع من وزارة التربية والتعليم. وبعد فحص منا مقابل توجهنا إلى وزارة المعارف، وبالفعل لم يكن هناك أي قرار من وزارة المعارف على إغلاق المدرسة، ولكن القرار كان قرار المالك الوحيد بعد جلسة الاستماع اللي كانت معها مع المدير المستقيل. أعطينا فكرة عن المدرسة الأهلية، يعني عدد طلابها، من أين هم؟ هذا الموضوع المهم عزيزي وأخي العزيز، إنه هذه المدرسة تحت سقف واحد تجمع أهالي من أبو غوش، تجمع طلاب من جلجولي، من كفر قاسم، من الطيري، من الطيبة، وحتى من كفر قرع، من وادي عارة. فنرى كثير من الطلاب وعائلات مذكورة ومعروفة في الوسط العربي متواجدة في صف واحد، ودل على شيء، فيدل على إنه التراصي بين الوسط العربي في الكرة والتعارف الأكثر. المدرسة هذه مميزة جدا، فيها طاقم بفحص الطلاب. على فكرة إشي مهم كان لبرانكو فايس اللي كنا في الجلسة الأخيرة معهم، إنه هذه المدرسة حازت على جائزة مدرسة الأخلاقية في 42 مدرسة اللي متواجدة عند برانكو فايس، لا للعنف، وهي من الأخلاق الحميدة. وعندنا الطلاب والطاقم المدرسي كثير بدقق على هذه النقطة، وهذا اللي إحنا بنصبه إله في جميع مدارسنا. وإحنا كآباء متواجدين في أعمالنا وأشغالنا عندنا نوع من الثقة إنه هذول الأولاد موجودين في هذه المدرسة في بيت بير، ولهم الأمان ولهم الطاقم الممتاز جدا اللي بحافظ عليهم من هذه الناحية. عدد الطلاب وعدد الصفوف؟ عدد الطلاب هناك هو في حوالي 6 صفوف، من وهي إعدادية وثانوية أيضا. عدد الطلاب، برانكو فايس استلم المدرسة من مالك آخر عدنان سعيد، وكان عدد الطلاب ما يعادل 173. الادعاء اللي تفضل فيه برانكو فايس انه العدد لا يكفي وانه العدد في تنازل هو غير صحيح ولا يبت للواقع بصلة. هو نفس العدد. وقمنا احنا لجنة الاباء في جلستنا الاخيرة مع ادارة برانكو فايس على اساس نرتب الامور من ناحية جباية، نحن ندفع قسط سنوي لهذه المدرسة، على الجباية انه يكون جباية ممتازة جدا، وعلى رفع عدد الطلاب في المدرسة، ولكن هم استلموا هذا العدد وكملوا مع هذا العدد. فلذلك عندما كانت الجلسة تعالت الأصوات هناك وفهمنا إشي واحد، وأنا توجهت له قلت لهم أنتوا عندكم الطلاب هما
يساوي كديش مصاري. هل انتوا فكرتوا بعد قرار الاغلاق وين بدهم يروحوا هذول الطلاب؟ 173 176 طالب اغلقتوا في الحلم اللي موجود عندهم انهم متجمعين في مبنى واحد، يعني يعودوا الى مدارس بلدانهم. هذا اقتراحهم، ولكن اغلب الاباء والطلاب مش رايحين يعودوا للمدارس ولا لبيتهم ولا لقريتهم ولا لاي مكان. فما الحل؟ اريد ان اسالك عن الخطوات القادمه يعني التي ستقومون بها. نحن لمن تتوجه يعني احنا توجهنا لعده شخصيات من اعضاء كنيست انه محاولوا يساعدونا. برانكو فايس مالك كبير جدا، له 42 مدرسه وقسم منها ما يعادل ربع تقريبا 9 إلى 10 مدارس موجوده في الوسط العربي. نحن نتوجه لجميع الرؤساء اللي موجودين عندهم برانكو فايس وبتعاملوا معهم كمالك للمدارس هذه انهم يتوجهوا لبرانكو فايس بعدم اغلاق هذه المدرسه. قمنا بعده جلسات معهم واوجدنا الحلول، وفي الجلسه الاخيره ابدوا استعداد للحل اللي اوجدناه كلجنه اولياء الامور، وقالوا لازم نتدارك الموضوع مع المدير العام للشركه. وللاسفي انه يوم الاحد بعد جلستهم الداخليه اعلنوا في القرار الاخير انه المدرسه راح تغلق. احنا اليوم كلجنه اولياء امور في جلستنا مع المحامي اللي متواجد معنا وفي خطوه ورا خطوه قررنا انه احنا نوجد مالك اخر، واحنا اليوم في اتصال مع عده جهات على اساس انها تحل محل برانكو فايس. بتامل من هلا يوم الخميس ان يكون عندنا اجوبه، وخاصه بعد جلستنا اليوم مع المدير العام لبيت بيرل على اساس انه يسهل موضوع اجار اللي بيدفعوه المالكين لانه هو عالي جدا. فبتامل استجاب لنا في مطلبنا اليوم، والجلسه راح تكرر يوم الخميس على اساس نعرف باي نسبه احنا رايحين ننزل السعر الاستئجار هذا، واذا كان هناك مالك اخر نحن توجهنا لعده شركات. فبتامل انه يكون عندنا يوم الخميس نحصر الموضوع، واذا لا احنا سنتوجه للقضاء. هذا السؤال قبل التوجه للقضاء، يعني اريد ان اسالك عن مدى تعاون الاهالي مع الطلاب والطاقم التدريسي لتغيير القرار. يعني الكل وقف في كان ممتاز جدا. كل الاهالي من اباء وامهات، وانا شاكر لهم جزيل الشكر على الوقفه. حتى الوقفه الاحتجاجيه سويناها في يعني جهزناها مش من اقل من 2 أو 3 أيام، وكنا متواجدين كلنا في مدخل بيت بير، وكنا في موكب لحد مدخل المدرسه ايضا. كان عمل جديد كثير ممتاز جدا، لانه في تواجد في اهتمام في الاولاد، والاهالي ما قصروا في شيء. طيب انا بعرف انه في مدارس اهليه كثيره يعني في الوسط العربي، يعني موجود في منهم في قلنسوة، ولم يصدر اي 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 اغلاق او اي شيء، لانه برانكو فايس الموضوع اللي عندهم هو ليس موضوع مصلحه الطالب العربي، لانه احنا هي مدرسه عربيه بحت. الطلاب كلهم من الكره العربيه المجاوره، من المثلث الجنوبي والمثلث الشمالي حتى ابو غوش. فهل هو هذا قرار سياسي؟ لو على كل حال، مثلا في بعض البلدات او المدن في الوسط العربي عندها مدارس اهليه حتى الابتدائي وحتى الاعدادي وحتى الثانوي، يعني ولكن احنا نتكلم عن اعداديه وثانويه، وهذه المدرسه هي مدرسه خاصه. احنا بندفع قسط لانه احنا بدنا اولادنا كذلك المدارس هناك تجميع الاموال، ولكن احنا نريد ان اولادنا يكونوا في هذه المدرسه. اول شيء للعامل الامان تاعيهم، اول ثاني شيء لانه الطاقم هناك معنى انه يكونوا من ناحيه اخلاقيه ممتازه جدا، وبرضه من ناحيه تحصيل علم في لها مميزات كثيره كمدرسه متواجده في قلب بيت بير، لها مميزات كثيره. طب طاقم المعلمين يعني كيف تجدونهم مثلا؟ طاقم المعلمين هو طاقم كثير ممتاز من ناحية التعليم والمهنية، وهم محصلين على شهادات. على فكرة فيش اختلاف بينهم وبين أي معلم موجود في جلجولي أو في كفر قاسم أو في الطيرة أو في المدرسة اللي هي من التربية والتعليم، فيش فرق، لأنهم هم برضو حاصلين على الشهادات
زي ما كل معلم موجود في أي قرية أو في أي مدرسة اللي هي تابعة للتربية والتعليم. وعلى فكرة الاستماع، جلسة الاستماع اللي كانت آخر إشي مشان يوزعوهم على باقي المدارس الموجودة في الكرة العربية. يعني راح يبقى عملية انتقالهم لمدارس كرة عربية سهل يعني لدرجة؟ طبعا كبرانكو فايس كمالي، يعني كل واحد في بلده؟ كل واحد في بلده أو في مدارس اللي ينقصها معلمين اللي هي تابعة للتربية والتعليم. أنا بعرف مثلا مدارس الأهلية تجري امتحانات، يعني امتحانات صعبة للدخول. مظبوط، وإن هي مش فقط امتحانات صعبة، برضو سجل الطالب كأخلاق. المهم عندنا كأخلاق، نحن في وسطنا العرب نواجه مشكلة عويصة جدا، العنف والجريمة. العنف ومن جيل صغير، العنف ومن جيل في الإعداديات والثانويات. مشان هيك أغلب الآباء اللي موجودين اليوم في المدرسة الأهلية للتمييز هي هذه السبب الأول والرئيسي، إنه يبقى هناك إطار مناسب إلهم. عبد الحليم عود، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الأهلية بيت بيرل، أمامك الآن رسالة تحب أن توجهها للجمهور العام وبالذات للطلاب والأهالي من المدرسة، ماذا تقول لهم؟ أقول لهم نحن مستمرون، وإذا وصلنا لحد أن نصل القضاء سنصل القضاء، وأنا بقول لهم المدرسة تستمر إن شاء الله بعد الترتيبات والجلسات اللي عقدناها في نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع هذا، وبتأمل إنه القرار يطلع يوم الخميس، وإذا إحنا أوجدنا مالك آخر فلذلك المدرسة. يعني هناك، هل هناك احتمال إنه المحكمة تلزم؟ نعم، شركة برانكو فايس. بعد النقاش مع المحامي نحن سنتوجه للقضاء على أساس نلزم برانكو فايس، لأنه لم يعطينا المهل الكافي في بشأن موضوع الإغلاق، وإحنا على عتبة نهاية السنة الدراسية وفي هناك امتحانات توجيهية اللي هي البقروت، فلذلك كانت مفاجأة ومش من المفاجآت المليحة. طب اسمع معي تعقيب شركة برانكو فايس. مراسل قناة هلا توجه لشركة برانكو فايس المسؤولة عن المدرسة للحصول على تعقيب منها على هذا الموضوع، إلا أنه لم يتم الرد على اتصالاته. في حال وصل لقناة هلا وموقع بن التعقيب الشركة أو أي طرف آخر بخصوص هذه القضية سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة في موقع بنت وفي حلقة قادمة من برنامج هذا اليوم. شكرا لك. شكرا عبد الحليم عودي. أنت شكرا. من جلجوليا، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الأهلية في بيت بيرل، شكرا لحضورك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، لن نخرج إلى فاصل ثم نعود ونتابع.